السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بالشكل والتطبيقات الكتابية، المواطنة الإنسانية، الجزء الثاني والحصة الثانية، الصفحة 81، مرجع منار اللغة العربية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. إذا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول، استخرج من نص المواطنة الإنسانية صفحة 75 اسما من الأسماء الخمسة وأبين علامة إعرابه، يعني سنحدد علامة الإعراب. إذا هل هو مرفوع، منصوب أو مجرور؟ إذا عدنا لنص المواطنة الإنسانية، إذا فالاسم الوحيد الذي يعني جاء في النص هو ذو، إذا فهو مرفوع بالواو، لأننا نعرف بأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، إذا فهو مرفوع بالواو. إذا ذو جاء مرفوع بالواو، إذا الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. لأنه من الأسماء الخمسة، إذا ذو مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. السؤال الثاني، املأ الفراغ في الجمل الآتية بما يناسب من هذه الكلمات: ذا منصوب، أخيك مجرور، فوك مرفوع، اقتدي بأخيك الفاضل. إذا عندنا الباء حرف جر، إذا غيتبعها اسم مجرور، والاسم المجرور اللي عندنا هنا هو أخيك، إذا اقتدي بأخيك الفاضل. إذا رائحته طيبة، إذا هنا نظر على الفم، إذا فوك مبتدأ، فوك رائحته طيبة. ساعد ذا، إذا ذا جاءت مفعول به منصوب، ساعد ذا الحاجة. غادي ندوزو للسؤال الثالث، أزن الكلمات أو كلمات الجملة الآتية مع ضبط الميزان بالشكل التام: حماية الوطن واجب، إذا حماية وزنها فعالة، فعالة الوطن الفعل، الفعل وطن فعل، إذا نضيف الألف واللام، الفعل واجب واجب، إذا فاعل فاعل، إذا فعالة الفعل فاعل، إذا وزن الجملة فعالة الفعل فاعل. السؤال الرابع، أحول الجملة الآتية إلى المثنى والجمع: الأم تربي أبناءها على قيم المواطنة، إذا المثنى سنقول الأمان تربيان أبناءهما على قيم المواطنة، الأمان تربيان أبناءهما على قيم المواطنة. الجمع: الأمهات تربين أبناءهن على قيم المواطنة، الأمهات تربين أبناءهن على قيم المواطنة. غادي نمر للسؤال الخامس، أملأ الفراغ الموجود في النص بما يناسب من الكلمات الآتية: المواطنة بشكل عام هي الانتماء إلى البلد الذي نولد فيه، إذا نولد فيه، ونحمل جنسيته، إذا ونحمل جنسيته، ونشارك في إدارته، ونخضع لقوانينه، إذا نخضع لقوانينه، ونتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين على اختلاف لغتهم ولونهم وعرقهم ودينهم بمجموعة من الحقوق، ونلتزم بأداء مجموعة من الواجبات. إذا هذا يعني هو النص بعد إتمامه أو إتمام الفراغات الموجودة به، إذا بالكلمات المقترحة. السؤال السادس، استعمل كل عبارة من العبارات الآتية في جملة مفيدة: حب الوطن، الالتزام بالقانون، التضامن والتعاون. إذا الجملة الأولى التي أقترح عليكم إذا تتضمن حب الوطن، إذا سنقول: يغرس المعلم في تلاميذه حب الوطن، يغرس المعلم في تلاميذه حب الوطن، على جميع المواطنين الالتزام بالقانون، على جميع المواطنين الالتزام بالقانون، التضامن والتعاون من القيم النبيلة، التضامن والتعاون من القيم النبيلة. غادي نمر للسؤال السابع، اللي غيكون مطلوب منا أننا نكتب فقرة تتكون من خمس جمل أتحدث فيها عن أهمية تربية الأطفال على المواطنة، مستعملا على الأقل اسما من الأسماء الخمسة، إذا خصو يكون فيها اسم من الأسماء الخمسة. إذا
تربية الأطفال مهمة جدا في كل أسرة، لأن المسؤول الأول عن هذا الطفل الذي سيصبح رجلا أو امرأة هي التربية، لذا يجب إعناء هذه المرحلة أهمية لكي نستطيع تقديم مواطن ذي أخلاق وذي قيم. إذا عندنا ذي وعندنا ذي، اسم الأسماء الخمسة، هنا جاء مضاف إليه، عندنا مواطن مضاف، ذي مضاف إليه مجرور بالياء، وذي إذا هنا عندنا و حرف عطف، إذا هنا معطوف على ذي أخلاق، إذا ذي قيم، ذي أخلاق ذي قيم، إذا حتى هو مجرور بالياء. إذا عندنا علامة الجر هي الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذا تربية الأطفال مهمة جدا في كل أسرة، لأن المسؤول الأول عن هذا الطفل الذي سيصبح رجلا أو امرأة هي التربية، لذا يجب إعناء هذه المرحلة أهمية لكي نستطيع تقديم مواطن ذي أخلاق وذي قيم. إذا هذو هما الأجوبة الخاصة بالشغل التطبيقات الكتابية الحصة الثانية المواطنة الإنسانية. موعدنا يتجدد إن شاء الله مع تقويم الوحدة الثانية. إذا كونوا في الموعد، إلى اللقاء.